اهلا وسهلا بمتابعيني ومشتركيني الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عندنا خلطه حلوه جدا، خلطه من الاخر رهيبه حلوه جدا بالكركم للبشره، لبشره الوش او بشره الايد. الوصفه النهارده بتعمل ازاله للكلف، بتعمل ازاله للنمش، بتعمل ازاله للبقع السوداء في الوش، بتعمل إزالة لأي أثار للشمس، بتفتح البشرة بشكل رهيب جدا. أنا عادة ما بحبش الكريمات والحاجات اللي فيها كيميكال، لأن كل حاجة كريمات من بره بيبقى ليها تأثير سلبي، يعني كل حاجة ليها تأثير سلبي وتأثير إيجابي، لكن الحاجات الطبيعية ملهاش إن شاء الله أي أثار سلبية. المكونات النهاردة بسيطة وسهلة جدا، بيستخدموها في الهند، وطبعا كلنا عارفين إن في الهند كل التوابل والبهارات والحاجات دي كلها بتبقى موجودة عندهم وعارفين أسرارها. عند تحضير العروسة في الهند لازم بيعملوا لها الماسك اللي احنا هنستخدمه ده النهاردة للبشرة وللجسم كله، بتوحد لون البشرة، بتديكي بشرة صافية حلوة جدا من غير أي ميك اب. النهاردة الوصفة بتاعتنا انا بصوا جايباها جاهزة. بصوا يا جماعة، انا جبت لكم دي من العطار، ده الكركم الخام. الكركم الخام ده لما بيتجاب صعب جدا ان انت تطحنيه عندك في البيت، لانه بيبقى ليه مطحنة خاصة بيه. ده الكركم الخام اللي هو اللون الاصفر اللي هنعمل بيه البشرة، اللي بيستخدم في الخلطة ما بيبقاش اللي هو الكركم اللي احنا بنستخدمه في الاكل، لان الكركم اللي بنستخدمه في الاكل بيصفر الوش جدا، ومحدش يقول لكم ان اللي بيصفر الوش ده يبقى هم حاطين صبغه يا جماعه. يعني انا لما اتكلمت مع مره مع حد عطار كويس جدا كبير سمعته حلوه جدا، واتكلمت معاه في الموضوع ده، قال لي ان 8 كيلو الصبغه ارخص كيلو اغلى من 8 الكركم، فمش طب مش ممكن هنحط صبغه علشان نزود الكركم. الاقل كيلو صبغه ب 100 جنيه وكيلو الكركم ب 60، فقال لي مش طبيعي ابدا ان احنا بنحط ايه صبغة على الكركم. الكركم بطبيعته بيدي لون اصفر، فقال لي ان الكركم اللي بيستخدم في الخلطات للوصفات بتاعت البشرة غير الكركم اللي احنا بنستخدمه في الاكل. الكركم بتاع الوصفات والخلطات بيبقى لونه افتح شوية، فانا جبت من عنده الخلطة دي، جربتها عجبتني قوي قوي، وبجد بتدي نتيجة هائلة من تاني مرة انت بتستخدميها. الخلطة اللي احنا شايفينها مع بعض دي هي جزء من الكركم الفاتح، عليها ترمس مطحون. ترمس المطحون هايل يا جماعة للبشرة، ممتاز ممتاز ممتاز، يعني بيستخدموه أساسا في الحمام المغربي اللي بيتعمل للعروسة أو أي مدام رايحة تعمل حمام مغربي، ضروري جدا بيتعمل الجسم الترمس المطحون. فدي دي كركم عليه ترمس مطحون، عليه عشبة تانية مطحونة اسمها زبدة البحر. التلاتة دول مع بعض هايلين بجد هايلين. كل اللي هنستخدمه معلقة صغيرة كبيرة مليانة، ومعانا مية ورد، اي نوع مية ورد، اي نوع اي نوع بيدي نتيجة هايلة جدا ورخيص. الازازة دي بعشرة جنيه مش غالية. هناخد منها نقطتين لحد ما يديني، هنحطها على الكركم لحد ما يديني ايه زي المعجون. لو انت حابه تعملي، يعني انا عايزه اقول لكم ان في ناس كمان بتعمل الخلطه بتاعت الكركم دي صابونه. الصابونه انت بتعملوها ازاي؟ اي نوع صابونه بحاجه انتوا عايزينها بتحضروا الخلطه نفسها، وبعد كده بتحطوا عليها بشر صابونه تكون نوع نظيف، يعني دوف اي صابونه نوعها حلو، بتبشروها وبتحطوا الخليط ده. يعني احنا مثلا عايزين نعمل الصابونه بتاعت الكركم، هنروح نجيب الخلطة دي، هنحضر منها كمية طبعا اكبر من كده، هناخد الخلطة دي ونحط عليها بشر الصابونة بتاع اللوكس ونحطهم كلهم على النار. بمجرد ما الصابون هيسيح مع الخلطة بتاعتنا هنفضيهم في اي حاجة اللي هي القوالب السيليكون. هوريكم برضو القوالب السيليكون، هي
هي دي قوالب السيليكون يا جماعه اللي احنا بنعمل فيها الكب كيك. هنفضي الصابون بعد ما بشرناه وحطيناه في على النار مع الخلطه اللي احنا عايزينها، سواء خلطه بالجرجير بالكركم باني واي، الخلطه اللي انتوا حابين تعملوها. هناخد الخلطه على مع الصابون المبشور على النار، بمجرد ما يدوبوا هنفضيهم في قوالب سيليكون، هنسيبها لحد ما تبرد وهتبقى اتكونت عندنا الصابونه، هنسيبها لحد ما تنشف ونغسل بيها وشنا قد ايه الصابون ده بيبقى صحي جدا. بالنسبه للخلطه، الخلطه معانا اهي جهزت. كل اللي هتعمليه ان انت هتسيبيها مثلا ربع ساعه على بشرتك، سواء على ايدك او على وشك، بجد بتدي نتيجه ممتازه. وانا نزلت لكم وصفه حلوه جدا بالجرجير للشعر ووصفه ثانيه بالبيض، الوصفتين رخاص جدا ومش غاليين خالص. جربوهم وبجد هتدعولي، وان شاء الله ان شاء الله تابعوني وهتلاقوا كل فيديو في شاشه النهايه. استنوا في الفيديو في الاخر هتلاقوني سايبه لكم الوصفات في شاشه النهايه. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، وان شاء الله جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وقد ايه حسيتوا النتيجه من المره الثانيه او الاولى او الثالثه بالكثير قوي. وما تنسونيش بقى في اللايك واعملوا اشتراك للقناه للناس اللي مش مشتركه، عشان بجد بجد هتشوفوا مني خلطات ووصفات وطرق اكل حلوه جدا. ونتقابل على خير في فيديو جديد من قناتي انا جيرمين المحلاوي. سلام سلام، ونتقابل على خير. باي.